لا يمكن أن نحكم على مسار الدولة ومسار رئيس الوزراء لأنه الوقت مبكر ولكن هنالك إشارات الإشارات غير مطمئنة بصراحة بالرغم نعم بالرغم من الوفرة المالية الكبيرة والهائلة لكنهم لحد الآن موازنة ما موجوده مسوده الموازنه ما موجوده وكنا نتامل ان تكون موازنه برامج جي. احنا ما نعرف الموازنه شنو بيها لحد الان يتحدث انه اليوم عن انه نعم. الموازنه ستكون حاضر فيها بنود المنهاج الحكومي وهي لاول مره نتمنى ذلك لكن لم نرى نحن نسمع جعجعا ولا نرى طحينا هذه خليها على صفحه مهما قال رئيس الوزراء مع احترامي له زي. اخي وعزيزي مم. الاستاذ ابو مصطفى السيد السوداني انسان نزيه وصادق وظاهر الامور مو كلها بيد السوداني لا بل بل اكثرها مو بيد السوداني اكثر الامور؟ اكثر الامور نعم نعم, نعم. يعني نعم. القليل بيد السيد القليل السودان؟ بيد السوداني